مرة أمس مواقع لميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وحلفائها. واكتفى بيان عسكري فرنسي صدر في بيروت الليلة الماضية، اكتفى بالقول إن طائرات حربية فرنسية من طراز سوبر إتندار قصفت مرابض للمدفعية تابعة لميليشيات الحزب التقدمي. لكن ضباطا عسكريين غربيين أوضحوا أن الغارات الجوية الفرنسية استهدفت مواقع خلف خطوط القوات السورية في التلال الواقعة إلى الشرق من بيروت. وقالوا إن الطائرات الفرنسية انطلقت من على ظهر حاملة الطائرات الفرنسية فوش الراسية قبالة شواطئ بيروت. وقال راديو الكتائب إن القصف استهدف مواقع الميليشيات المعارضة للحكومة اللبنانية في بلدة ظهور الشوير. حذر القائد الجديد للمفرزة البريطانية العاملة ضمن القوة متعددة الجنسيات في بيروت الكولونيل جوردون فيرغوسن، حذر من أنه سيطلب من المقاتلات البريطانية من نوع بوكانير المرابطة في قبرص، سيطلب منها الرد إذا ما تعرضت قواته لأي هجوم. Well, it's already been declared and made quite clear that I am allowed to request air power, that is, flights of the Buccaneers from Cyprus, in the event that this base becomes a target for the Syrian surrogate forces' artillery batteries. Do you think that you have enough firepower here in Beirut to cope with the day-to-day circumstances that we're now seeing? Yes, I do. As I've already said, we have not yet been a target. But under the rules of engagement under which I operate, if I am attacked or my men are attacked by small arms fire, we are allowed to retaliate using small arms fire. I've already explained about enemy batteries. I don't believe that it would be to our advantage to have any additional firepower or weaponry. It would present us with a much higher profile than that which we have now. Under the terms of the rules of engagement... حذرت رئيسة الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر من زيادة تورط القوى متعددة الجنسيات العاملة في بيروت في القتال الدائري في لبنان. مكن من صد عدة محاولات للتقدم نحو مراكزه في منطقة سوق الغرب. وقالت الأنباء إن مواقع الجيش في هذه البلدة قصفت مواقع ميليشيات الحزب التقدمي القريبة منها. من ناحية أخرى، قام الرئيس أمين الجمي الأمس الأول بتفقد مواقع الجيش اللبناني في الجبل وبخاصة في سوق الغرب التي تحاصرها ميليشيات الحزب التقدمي. في غضون ذلك، نقل عن رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط قوله إن وقف إطلاق النار في لبنان يعني هدنة مؤقتة ولا يعني إنهاء ما أسماه بالمعركة مع الجيش اللبناني. ودعا في حديث مع وفد يمثل الطائفة الدرزية في سوريا أمس إلى انسحاب القوة متعددة الجنسيات من لبنان. جددت سفن حربية أمريكية قصفها لمواقع ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل في الضاحية الجنوبية والتلال المحيطة ببيروت الليلة الماضية. وقال ناطق بلسان مشاة البحرية الأمريكية إن مدفعية الميدان من عيار 155 ملم ومدافع البارجة الحربية فيرجينيا قصفت ما وصفه بمواقع معادية، بدعوى أن مواقع الجنود الأمريكيين حول مطار بيروت تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الجنود الأمريكيين أطلقوا حوالي 50 قذيفة على مواقع لحركة أمل والحزب التقدمي.
ذكرت المصادر أن طائرات هليكوبتر أمريكية من طراز كوبرا حلقت فوق هذه المواقع. وقال الناطق بلسان مشاة البحرية الأمريكية إن 4 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح، وصفها بأنها طفيفة في القصف الذي تعرضت له مواقعهم قرب مطار بيروت. ومن ناحية أخرى أصيب مصوران أمريكيان يعملان مع شبكة التلفزيون الأمريكي CBS بجروح في بلدة سوق الغرب أمس، ووقع الحادث أثناء تبادل قصف مدفعي وصاروخي بين الجيش اللبناني المرابط في سوق الغرب وميليشيات الحزب التقدمي. تفجر قتال عنيف بين الجيش اللبناني والميليشيات الكتائبية من جهة وميليشيات حركة أمل وحلفائها من جهة أخرى في ضواحي بيروت الجنوبية اليوم. وقال ناطق بلسان حركة أمل إن الجيش طوق الضواحي الجنوبية المجاورة للمطار وقصفها بعد أن أسرت ميليشيات الحركة 30 ضابطا وجنديا من الجيش. لكن راديو الكتائب قال إن مسلحين من حركة أمل فتحوا نيران أسلحة رشاشة على مواقع الجيش، وأن اشتباكات تدور بين الجانبين وتستخدم فيها المدفعية والدبابات والصواريخ والقنابل اليدوية. وذكرت الأنباء أن الجيش اللبناني استخدم الدبابات والمدفعية للرد على ميليشيات أمل وحلفائها. وقال مشاة البحرية الأمريكيون أن الاشتباكات تدور في ضواحي حي السلم والمريجة وبرج البراجنة. وقالت هذه الأنباء أن الاشتباكات شملت أيضا الشياح وعين الرمانة والطيونة والحدث والشويفات. وأضافت أن الاشتباكات طالت محيط المطار، حيث تقع مواقع للجيش اللبناني ملاصقة لمواقع مشاة البحرية الأمريكية. هذا وذكرت الأنباء أن طائرة هليكوبتر أمريكية تعرضت لإطلاق نيران أسلحة خفيفة بينما كانت تحلق فوق ضاحية برج البراجنة. وقال ناطق أمريكي أن الطائرة ردت بقصف معاكس. وقال تلفزيون لبنان أن رئيس حركة أمل اجتمع اليوم مع السفير الأمريكي في بيروت روبرت ديلون ليحتج إليه من قيام القوات الأمريكية بقصف الضواحي الجنوبية ليلة أمس. وتقول الأنباء أن القتال الذي يجري في ضواحي بيروت الجنوبية واشتراك حركة أمل فيه أثار مخاوف من احتمال قيام ميليشيات حركة أمل بفتح جبهة جديدة ضد الجيش اللبناني المشتبك حاليا مع ميليشيات الحزب التقدمي في المنطقة الجبلية المطلة على العاصمة اللبنانية. نائب رئيس وزراء سوريا ووزير خارجيتها السيد عبد الحليم خدام والمبعوث السعودي الأمير بندر بن سلطان الذي سيصل إلى دمشق مساء اليوم. وأضافت أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السيد وليد جنبلاط سيحضر المؤتمر. من ناحية أخرى ذكرت مصادر عسكرية لبنانية أن ميليشيات تابعة للحزب التقدمي الاشتراكي تدعمها دبابات وآليات مختلفة شنت ظهر اليوم هجمات جديدة على بلدة سوق الغرب، إلا أنه تم صدها. وقالت هذه المصادر إن قوات الجيش دمرت للمهاجمين 3 دبابات وسيارتي جيب، وأضافت أن قذائف عديدة سقطت بشكل متقطع على بعض مناطق الضاحية الجنوبية من بيروت وبخاصة برج البراجنة والرمل العالي ومحيط المطار، كما تساقطت قذائف أخرى على أحياء بعبدة والشويفات والأشرفية وأدت إلى حدوث أضرار مادية. وأضافت الأنباء أن 2 من مشاة البحرية الأمريكيين أصيب بجروح من جراء سقوط قذائف صاروخية على مقربة من أحد مواقعهم في منطقة مطار بيروت الدولي.
وقال ناطق باسم مشاة البحرية إن قذائف RPG ونيران أسلحة خفيفة أطلقت على مواقع للمشاة في المنطقة، وأن الجنود الأمريكيين ردوا على النار بالمثل. وتحدثت الأنباء عن اشتباكات وأعمال قنص متقطعة في مناطق أخرى من لبنان. Definitely. So they're going right over our heads. So we'd rather not shoot back. We'd rather have it so we wouldn't have to. But if it comes down to we got to shoot back, that's what we got to do. Think about that last night, all the firefights. I saw kids down there in Hooterville when I went out in a Jeep about a month and a half ago, you know, kids running around, coming up for candy and that. And, you know, now to know those kids are still down there going through all that stuff, it's something else. The battle switched from the mountains to the very outskirts of Beirut. This area that four American Marines were wounded last night as the Shiite Muslim militia, the AMOL, clashed with the Lebanese army. The nearby British base was monitoring the fighting closely this morning. Small arms and artillery fire were being exchanged no more than 1,000 yards from them. Right behind the British HQ, two Lebanese army tanks moved into position and opened fire. The British stress that no fire is directed at them, though a number of stray rounds have come within a few hundred yards. The British are working closely with the Americans. Ferret scout cars stopped off at one American position just a few hundred yards away. And there are always American Marines on the roof of the British base. All information is exchanged. Early this afternoon, the shelling intensified. A Lebanese army unit was believed to have been trapped by the Muslim militia. There were heavy exchanges around a US Marine position. At one point, the American Marines moved out of one of their positions on foot to go to the assistance of one of their forward observation posts. The men there were brought back to greater safety. Several phosphorus shells went off close to the American positions at Beirut Airport. The Lebanese army moved up reinforcements. To lose ground so close to the heart of the city would be a severe blow. استقال رئيس وزراء لبنان السيد شفيق الوزان وأعضاء حكومته لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة بناء لبنان. وجاءت استقالة السيد الوزان وحكومته بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار صباح اليوم. ولكن الرئيس أمين لجميل أعلن أنه لم يقرر بعد قبول الاستقالة، وأنه طلب من السيد الوزان البقاء في الحكم إلى أن تتبلور ملامح المرحلة الجديدة وتستكمل الترتيبات الداعمة لها. من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني أن وقف إطلاق النار كان صامدا اليوم على الرغم من بعض حوادث القنص. وأعرب جنود الجيش اللبناني الموجودين في سوق الغرب عن فرحتهم لوقف إطلاق النار. وقال ناطق بلسان قوات مشاة البحرية الأمريكية إن آخر إطلاق للمدفعية سمع الساعة 7:06 من صباح اليوم، أي بعد 6 دقائق من موعد تطبيق وقف إطلاق النار.
هذا وصرح المبعوث الأمريكي روبرت ماكفارلين بأن اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يقود إلى بداية جديدة حقا بالنسبة للبنان. وقال إنه مقتنع بأن الرئيس أمين الجميل ملتزم بوقف إطلاق النار وأن الحكومة السورية تؤيد لبنان موحدا متكاملا. هذا وذكر أن رئيس الوزراء الأسبق السيد صائب سلام أجرى اليوم اتصالات هاتفية مع الرئيس أمين الجميل ورئيس الوزراء السيد شفيق الوزان، رحب فيها باتفاق وقف إطلاق النار. وصرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط بأن ما يهم جبهة الخلاص الوطني أن يكون وقف إطلاق النار مدخلا جديدا للانتقال بلبنان إلى وفاق يضع الثوابت الجديدة لميثاق وطني للبنان حر ديمقراطي عربي. امتدح سيد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في لبنان صباح اليوم، وقال إن البنود التي تضمنها الاتفاق بنود إيجابية ستعطي لبنان إذا ترجمت عمليا الاستقرار والوفاق والإصلاح السياسي الذي قال إنه لا يمكن التوصل بدونه لحل الأزمة اللبنانية. وقال السيد جنبلاط إن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاقات وقف إطلاق النار الهشة السابقة من حيث أنه يقترن بإجراء حوار وطني. وأضاف أنه ليس من السهل تسوية جميع قضايا الحرب الأهلية في 5 دقائق على حد تعبيره، إلا أن من المهم أن يبدأ الحوار الوطني كي تتم إعادة بناء لبنان وإجراء مصالحة بين أبنائه وإقامة بنيانه على أسس من الديمقراطية والتسامح والأمل في المستقبل. وحث السيد جنبلاط على توخي الحذر كي لا تفشل اتفاقية وقف إطلاق النار كسابقاتها، وقال إن الكارثة التي حلت بلبنان كبيرة وقد حان الوقت لكي تتوقف أعمال القتل بين أبنائه. Which could lead us, I hope so, in Lebanon to building up again reconciliation and a state based on democracy, based on tolerance, and based on hope for the future. Is it possible that this ceasefire could be the beginning of peace? I hope so, but we have to be a little bit careful because, as you said,
we have had so many ceasefires, but this time I think the catastrophe on the ground is quite big, so that everybody could realize or should realize that it's enough of killing each other. أشاد الأمين العام للجامعة العربية السيد الشاذلي القليبي بالاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، ووصفه بأنه اتفاق تاريخي ونقطة انطلاق لوضع أسس لبنان جديد من خلال الحوار الوطني. وأعرب السيد القليبي عن تقديره البالغ لما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود متواصلة ومساع خيرها اليوم. وقالت مصادر وزارة الدفاع اللبنانية أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده صباح اليوم تأجل بسبب خلاف على مكان عقد الاجتماع. وذكرت المصادر أن جبهة الخلاص الوطني عرضت عقد الاجتماع في وزارة الدفاع اللبنانية. وذكر راديو بيروت أن اللجنة الأمنية تتألف من 4 أعضاء يمثلون الجيش والجبهة اللبنانية وجبهة الخلاص الوطني وحركة أمل. شهدت منطقة الشوف بلبنان أمس أول هدوء فعلي تمر به المنطقة منذ أكثر من 3 أسابيع، وقد وضع المحاربون من الجانبين أسلحتهم للراحة والاستجمام، فيما بدأ السكان المدنيون الذين نزحوا عن البلدة أثناء اشتداد القصف المدفعي في العودة إلى منازلهم. ومن جانب آخر، أشاد المبعوث الأمريكي روبرت ماكفرلين بالدور الذي قامت به سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأعرب عن اعتقاده بأن سوريا ترغب في تحقيق الوحدة الوطنية للشعب اللبناني. وأضاف أن المسألة الآن هي مسألة وضع تفاصيل بعض المسائل المعينة بشكل متوافق، وأعرب عن تفاؤله بالنتيجة. وفي غضون ذلك، عقد قادة القوات الدولية متعددة الجنسيات في بيروت اجتماعا في القصر الجمهوري لبحث الدور الجديد الذي ستقوم به قواتهم في عقاب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. Specific details, and I'm optimistic. Senior military officers from each of the 4 countries in the multinational. وقد استبعدت الأوساط المطلعة أن يقوم مشاة البحرية الأمريكية بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان لعدم موافقة الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على ذلك. كما استبعدت قيام القوات البريطانية بهذه المهمة لقلة عددها. وأكدت هذه الأوساط أن من الضروري وجود قوات محايدة في الجبل إذا ما أريد الاتفاقية وقف إطلاق النار أن تصمت. توجه الناس إلى أعمالهم في بيروت اليوم، وساد منطقة سوق الغرب وبرج البراجنة حالة من الهدوء، وذلك بعد أول يوم وأول ليلة تمر بدون معارك بالمدفعية والصواريخ منذ أكثر من 3 أسابيع. وكان وقف إطلاق النار الذي بدأ سريان مفعوله أمس ما زال صامدا اليوم بشكل عام، على الرغم من أن قوات الجيش تتعرض باستمرار لنيران قنص في منطقتي الطيونة والشياح بجنوب شرق بيروت، وقيام المسلحين بتعزيز مواقعهم في مناطق القتال. وقال ناطق بلسان الجيش أن ميليشيات حركة أمل فتحت نيران أسلحة خفيفة على مواقع حول الضواحي الجنوبية، فيما أطلقت ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني قذائف صاروخية على مواقع الجيش في سوق الغرب. وقال مصدر رسمي في بيروت أن الميليشيات المناهضة للحكومة حققت تقدما في قطاع قبر شمون الليلة الماضية، واحتلت تلا يشرف على هذه البلدة. وأضاف المصدر أن ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني أقامت مواقع جديدة لها حول بلدة شويفات جنوب بيروت، وأحضرت تعزيزات إلى البلدة. بدأت سلطات مطار بيروت الدولي بإزالة الأنقاض من مباني المطار وإصلاح مدارج الطائرات تمهيدا لإعادة فتحه أمام الملاحة الجوية. وأعلن وزير الأشغال اللبناني أن مطار بيروت سيعاد فتحه أمام الملاحة الجوية اعتبارا من يوم بعد غد الخميس.
Salon keeper, the last lady, CMI, man. وصل إلى مطار لارنكا في قبرص 490 جنديا فرنسيا في طريقهم إلى بيروت، وسيحل هؤلاء الجنود محل جزء من الوحدة العسكرية الفرنسية الموجودة ضمن القوة متعددة الجنسيات في لبنان. من ناحية أخرى، ذكرت أنباء صحفية لبنانية أن فرنسا وعدت بالمساهمة ب 250 مراقبا للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. وقالت هذه الأنباء إن هناك حاجة إلى ما بين 500 و600 مراقب للقيام بهذه المهمة. الحرس الوطني وحركة أمل. وأعيد فتح المطار بالفعل أمام حركة الملاحة الجوية اعتبارا من بعد ظهر أمس، عندما حطت أول طائرة تجارية في المطار الذي ظل مغلقا منذ 28 من أغسطس الماضي. وقد هبطت الطائرة وهي تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في المطار، قادمة من جدة، وعلى متنها 110 ركاب معظمهم من الحجاج. هذا واستأنف المطار نشاطه بصورة شبه طبيعية اليوم بعد إعادة افتتاحه أمس، لكنه ذكر أن الأمر يحتاج ليومين قبل أن يتمكن المطار من استئناف نشاطه بصورة كاملة. في غضون ذلك، واصلت اللجنة الأمنية اجتماعاتها اليوم لليوم الثالث على التوالي في غمرة قلق حول الانتهاكات المحدودة، ولكنها مستمرة لوقف إطلاق النار الذي مضى عليه 4 أيام. واتخذت اللجنة عدة إجراءات لترسيخ دعائمه، فيما تحدثت مصادر حكومية في بيروت عن سلسلة انتهاكات للهدنة الحالية وصفتها بأنها غير خطيرة. وقال بيان صدر عقب اجتماع ثالث عقدته في خلد اليوم أنه تم الاتفاق على إزالة حواجز مسلحة مقامة على الطريق الساحلي المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، ووضع تفاصيل عملية إطلاق سراح المحتجزين. وعقد اجتماع الممثلين على شكل لجنة أمنية بين منطقة يشوفات وكفر شيما بحماية وحدة من القوات البريطانية العاملة في القوى متعددة الجنسيات. أفادت آخر المعلومات الأمنية من مختلف الأطجية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بيروت، كانت البلدة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني وميليشيات الحزب التقدم الاشتراكي، وذلك قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان قبل حوالي أسبوع. يقول ضباط في الجيش اللبناني إن ميليشيات الحزب التقدمي تقوم بتحريك مزيد من المعدات والمسلحين إلى الجبهة. دعا ناطق منظمة التحرير الفلسطينية السيد عبد المحسن أبو ميزر في دمشق اليوم إلى سحب مشاة البحرية الأمريكية والقوات الأخرى متعددة الجنسيات من لبنان، وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن طرفا في القتال الذي جرى بين الفئات اللبنانية في جبال الشوف مؤخرا. عاصمة الشمال، والصورة مشوشة بين تقارير وكالات الأنباء الأجنبية وبين مصادر الأخبار، كل حسب أهوائه وميوله، وكل يصور أحداث طرابلس من وجهة نظره الخاصة أو حسب مصالح الذين يحركون الخيوط من وراء ستارة. نفهم أن امرأة يفكر بالانتحار أو يقدم على الانتحار فرد واحد، ولكن كيف نفسر إصرار شعب بكامله على الانتحار؟ ولو سألنا أي واحد من هؤلاء المسلحين مهما كانت ميوله ومهما كان التنظيم الذي يعمل من خلاله، لو سألناه عن تصوراته للمستقبل وكيف يفكر بنتيجة هذا الصراع الدموي المدمر، لهز كتفيه ولرمى المسؤولية على السياسيين.
والسياسيون من جهة أخرى أيضا يرمون بالمسؤولية على التنظيمات المسلحة. لا يمكن أن يمر المراقب بأحداث لبنان دون أن يتوقف عند ظاهرة انضمام عدد من الضباط والجنود إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تاركين صفوف الجيش ومعلنين أسباب خطوتهم تلك. قلنا لقاءات وجلسات معه، ووليد بيك هو موجه للقضية، ونحن من على ضوءه تقدروا تسمعوا شيء. هذا أمر يترك أكثر من علامة استفهام حول نقطتين أساسيتين: تركيبة الجيش التي هي موضع اتهام من جانب القوى الوطنية، ومقدار المراوحة بين الولاء للجيش أو للطائفة في الجانب الآخر. ألا يستحق هذا الموضوع مناقشة صريحة؟ What is going on now in Fermata from 2 days, in Abay and Binay, the army with the LF forces, they are burning the homes of the people there, Lebanese people there, and they are destroying the homes by caterpillars. لا المصالحة الوطنية تمت ولا أعمال العنف والاشتباكات توقفت، مما يتيح للإنسان أن يسأل نفسه عما تفعل القوات الأمريكية وغيرها من المتعددة الجنسيات. إذن ها هم الجنود يترصدون قناصا يتصيدهم فيردونه قتيلا، وكأنهم محاصرون يدافعون فقط عن أنفسهم. في الأيام القليلة الماضية وقعت عدة هجمات على الجنود الأمريكيين، فقتل 3 منهم وأصيب آخرون بجروح. ولاري سبيكس في واشنطن يعلن أن الحكومة الأمريكية لا تفكر بسحب القوة من لبنان، وأن الذين أطلقوا النار على الجنود الأمريكيين قد تسللوا إلى المنطقة من منطقة الشوف بعد الانسحاب الإسرائيلي. ترى ماذا يقصد من هذا الكلام؟ ولمن يوجه الاتهام؟ بل لماذا إصرار الناطق الأمريكي أن مطلقي النار هم متسللون من مناطق معينة؟ وقبل أيام قليلة فقط كان يقول نفس الناطق، كان يقول إن الذين يطلقون النار هم من جماعة أمل المتواجدة بكثافة في منطقة ضواحي بيروت الجنوبية والمحيطة بالمطار. أليس من حق المرء أن يتساءل عن مغزى هذا التصريح وفي هذا الوقت بالذات؟ ها هو المبعوث الأمريكي روبرت ماكفارلين يقول ردا على سؤال صحفي طرح إن استمرار القتال يعني استمرار حالة الفوضى، ويؤكد أن الخسائر في الأرواح تقتضي تكثيف مساعي السلام للخروج من هذا الوضع الضار بلبنان. ولكن المندوب الأمريكي وهو يتحدث في بيروت لا يقول كيف يكون السلام ما دامت إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل وتخطط للاستيلاء على أراضٍ لبنانية بحجة أو بأخرى. وهل يمكن لسلام أن يتحقق في ظل احتلال؟ ننتقل إلى الأزمة التي تفجرت فجأة في إسرائيل، وكانت شرارتها اضطرار الحكومة هناك أن تخفض. أعلن راديو بيروت أن حوالي 120 من مشاة البحرية الأمريكية و100 من أفراد المفرزة الفرنسية قتلوا في هذين الحادثين. أعلن الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض لاري سبيكس أن 76 من مشاة البحرية الأمريكية قتلوا وأصيب 115 آخرون بجروح. وقال سبيكس إن هناك عددا غير معروف من أفراد مشاة البحرية الأمريكية ما زالوا مفقودين. وأضاف سبيكس أن خسائر القوات الفرنسية بلغ حتى الآن 18 قتيلا، بالإضافة إلى عدد لم يعرف بعد من الجرحى. غير أن برقيات الأنباء قالت إن حوالي 85 من أفراد القوة الفرنسية دفنوا تحت الأنقاض، ويعتقد بأنهم ماتوا. وأعلن سبيكس أن البيت الأبيض لديه شبهات حول هوية المجموعة التي نفذت العملية، لكنه رفض التعليق على أساس أنه لا توجد أدلة حاسمة.
وكان شخصان انتحاريان قد اقتحما في آن واحد بسيارتي شحن مليئتين بالمتفجرات مقر قيادة مشاة البحرية الأمريكية قرب مطار بيروت الدولي ومقر قيادة الوحدة الفرنسية في الرملة البيضاء. وقد أسفر انفجار الشاحنتين عن تدمير المقرين تدميرا تاما، وذلك في أسوأ حادث تتعرض له القوة متعددة الجنسيات منذ وصولها إلى بيروت قبل أكثر من عام. وأعلن الناطق باسم مشاة البحرية الأمريكية روبرت جوردن أن الشاحنة التي اقتحمت مقر قيادة المارينز قادمة نحو المقر بسرعة كبيرة جدا قبل أن تصطدم بردهته. وأضاف أن مشاة البحرية الأمريكية تعرضوا لإطلاق نار من أسلحة خفيفة ظهر اليوم في الوقت الذي كانت فيه فرق الإنقاذ تعمل لإزالة الأنقاض. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبل قليل أن عدد القتلى الأمريكيين وصل إلى 120 جنديا وأن 100 آخرين أصيبوا بجروح. وقالت الوزارة إن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ. It went through two barricades around another and ended up in the lobby of the main complex that houses the headquarters of the battalion landing team. A large number of our wounded, as well as the killed, are aboard now naval ships offshore here. These kind of things just harden our resolve and that we will continue to do what we came here to do. And that is to provide assistance for a free and independent Lebanon. Yalla. Hey!
bring you back tapes. Yeah. So shoot all you can here, and then I'll take the tape of this with me. Hey, dude, gotta get... المزيد من الأخبار العربية والدولية نتابعها مع الزميل أحمد. ندد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بشدة بعملية تفجير مبنى قيادة مشاة البحرية الأمريكية ومقر قيادة المفرزة الفرنسية في بيروت صباح اليوم الباكر. أكد الرئيس ريغان في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي عقده في مجموعها حقيقة تكوينه وردود أفعاله السلبية والإيجابية، ولكن كم خلف قضبان السجون من المظاليم، وكم من عناصر الإجرام تسرح وتمرح وتعيث في الحياة الفساد من الخطورة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان. وأفادت التفاصيل التي توفرت عن الحادث أن مسلحا دخل منزل رئيس القضاة الأعلى للطائفة الدرزية حليم تقي الدين الكائن في منطقة الصنائع وأطلق عليه النار من سلاح مزود بكاتم للصوت. وحمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حزب الكتائب مسؤولية حادث الاغتيال. Last week witnessed a total strike in protest against Israeli oppression and harassment in the region. Press reports said the strike led to a complete standstill of traffic in the southern Lebanese villages and towns. Shops, schools and government offices remained closed all day.